اهلا بيكو. فيديو النهاردة مهم جدا وخبر عاجل عن جامعة المنيا الاهلية. جامعة المنيا الاهلية اعلنت عن فتح التقديم على اماكن فاضية في 5 كليات لطلاب الثانوية العامة، يعني اللي فاتوا التقديم او حابب ان هو يقدم في جامعة المنيا الاهلية في فرص دلوقتي متاحة في 5 كليات موجودة فيها. قبل ما نعرف التفاصيل صلوا على النبي، ما تنسوش متابعة القناة واللايك والشير. أعلنت جامعة المنيا الأهلية عن استمرار فتح باب التقديم لبعض الكليات، تحديدا 5 كليات، بداية من يوم الاثنين الماضي 16/9 حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 18/9، ده آخر يوم للتقديم. وأعلنت الجامعة كمان بشكل رسمي إنها فتحت باب التقديم لاستكمال الأماكن الشاغرة، وذلك لمن يسبق له التقديم في الجامعة إلكترونيا. وأعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية عن استمرار فتح باب التقديم لبعض كليات جامعة المنيا الأهلية طبقا للحدود الدنيا اللي التالية للكليات. أول كلية هي كلية العلاج الطبيعي بحد أدنى مجموع 324 درجة، يعني 79%. كلية الصيدلة بحد أدنى مجموع 315 درجة، حوالي 76.8%. كلية حاسبات وذكاء اصطناعي علم رياضة بحد أدنى 246 درجة بنسبة مئوية 60%، وعلم علوم بحد أدنى مجموع 272 درجة بنسبة 66.3%. كلية الهندسة بحد أدنى مجموع 278.8 درجة بنسبة 68%، دي شعبة علم رياضة. العلاقات العامة والإعلان بكلية العلاقات العامة بحد أدنى 217 درجة بنسبة 53%، ودي لجميع الشعب. علما بأن القبول هيكون بأسبقية التقدم للجامعة ودفع المصروفات حتى استكمال الأماكن الشاغرة، مع العلم كمان أن مسموح التقدم لمن سبق تقدمه إلكترونيا للجامعة ولم يسبق له التقدم، مع دفع المصروفات الإدارية لحوالي 1500 جنيه لمن لم يسبق له التقديم إلكترونيا. بالنسبة لإجراءات القيد في الجامعة، أولا دفع المصروفات السنوية المعلن عليها للكلية أو القسط الأول منها كشرط أساسي للقبول، 50% من المصروفات المعلنة بالإضافة ل 1500 جنيه من قيمة التأمينات الصحية للطالب والتأمين الصحي إجباري لجميع الطلاب، وذلك من خلال إذن دفع بعد مراجعة الأوراق والسداد عن طريق خدمة فوري المتوفرة بمقر الجامعة. رسوم خدمة فوري 2% من المبلغ المدفوع بحد أقصى 172 جنيه في حالة الدفع كاش، وواحد ونص في المية بدون حد أقصى في حالة السداد بفوري باستخدام البطاقات البنكية أو السداد عن طريق أفرع البنك الأهلي. المستندات المطلوبة للتقديم، أول حاجة أصل زائد 2 صورة من إيصال سداد الرسوم الدراسية المقررة حسب الكلية المتقدم ليها الطالب وفقا لبطاقة الترشيح، كمان 2 أصل زائد 2 صورة من إيصال سداد رسوم التأمين الصحي، 3 أصل زائد 2 صورة من استمارة نجاح الثانوية العامة، 4 أصل زائد 2 صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة، 5 صور شخصية حديثة، و2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب ولي الأمر، 2 نموذج جند ونموذج 6 جند للذكور، وذلك لتأجيل التجنيد، واسطوانة سي دي محمل بها المستندات السابقة بالإضافة لصورة شخصية بخلفية بيضاء. دي كل الأوراق والمستندات المطلوبة، وكمان حافظة بلاستيك للأوراق. دي كل حاجة خاصة بجامعة المنيا الأهلية واستمرار التقديم لغاية يوم الأربع القادم. وصلنا كده لنهاية فيديو النهاردة، ما تنسوش متابعة القناة واللايك والشير، ومع السلامة.